السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم. اليوم عندنا هاد الافطار هادو، غادي تشوف هادو ان شاء الله نفرقوهم في الشارع. هادو كاملين غادي تفرقوا في الشارع ان شاء الله، الناس عابر سبيل والناس اللي راهم برا. كما كتلاحظوا تقريبا عندنا واحد 200 فطور هنايا اللي غادي تفرق ان شاء الله في الشارع. كما كتلاحظوا الاخوان راهم لهيا، راهم عاد خدامين، هانتوما تشوفوا لي بار ان شاء الله اللي غادي يمشي. وكاين عاود هذا اللي فيه الرز فرماج ولا داند، لي بار هادو كاين الماء، فيه البنان والتفاح، فيه بنانه وتفاحه. هانتوما تشوفوا الاخوان راهم قايمين بالواجب، الله يجازيهم بخير. المشروع ديال التفطير باقي نهار ديال الغدا، يعني هذا النهار ما بعد الاخير، باقي نهار ديال الغدا ان شاء الله ويسالي هاد المشروع ديال الافطار الاسر المعويزه. كما كتلاحظوا طيله شهر رمضان بالنسبه للاخوان الله يجازيهم بخير، قايمين بالواجب 30 يوم هما مساكن خدامين، الله يجازيهم بخير. سي السالمي راه قايم بالواجب، الله يعطيك الخير اخويا، الله يجازيك بخير. 30 يوم ديال التضحيه وديال في سبيل الله. كما كتلاحظوا اذا هو البنان راه باقي عاد شاط الخير تبارك الله. كما كتلاحظوا ها انتم تشوفوا، بالنسبه ل انا قلت لكم هذا لابار هذا فيه الحليب، فيه الحليب، فيه رايبي، بنان، تفاح، قريشلات وباقيطة، زائد هذا، زائد هذا اللي فيه. غادي نشوفوا ان شاء الله جميع، غادي نمشيو نشوفوا شنو كاين وكاين الماء، نشوفوا ان شاء الله اخوان شنو راهم نديروا. السلام عليكم. تبارك الله عليكم اسيدي، الله يعطيكم الصحه اسيدي، راكم قايمين بالواجب، الله يعطيكم الخير، الله يجازيكم بخير. ها انتم تشوفوا الدار تبارك الله، شوف اختي اسيه راها قايمه بالواجب، تبارك الله يجازيها بخير، تعذبت معنا هذا الشهر ديال رمضان في سبيل الله. شوف تبارك الله، الله الله الله، التمر، التمر، الروز، لا دانت، وهذا تا هو لا دانت، هذا لا دانت، تبارك الله لا دانت، وهنا يعاود الروز، تبارك الله. هذا النهار باذن الله كانوا وجبات كما كنا نعطيو قبل 250 اسره، وحاولنا اننا نديروا وجبه كامله وتعطى هكا الاسر، تعطى الاسر اللي فيها هنايا، فيها هنايا بلا زائد واحد المجموعه ديال ديال الخبز، بتيبال، دانون، بنان، تفاح، الماء، قريشلات، تمر، كاين اللي غادي يتعطى لهذوك العابري سبيل، وكاين اللي غادي يتعطى للعائلات المعوزه، نمشيو عندهم للدار ونعطيو لهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله هذا النهار، هذا النهار لان كان البارح هو التالي، الناس ما بقاش يجيو، ودرنا هذا النهار بروغرام ديال انه غادي حنا نمشيو عند هاد العائلات ولهاد الناس المتضررين باش نكملوا شهر كامل كما وعدنا وكما كنا درنا في المشروع ديالنا تفطير ديال 200 اسره تيراس شهر ديال رمضان. ان شاء الله. شكرا الاخ القنوري على المواكبه وعلى